ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء. زمان كنا بنسمع أغنية اللي بنى بنى مصر كان في الأصل حلواني. النهاردة معانا مش أي حلواني، حلواني تميز بالحلويات السورية. وأول ما بنسمع كلمة حلويات سورية بيجي على طول في فكرنا الكنافة النابلسية وأنواع كتيرة جدا 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 هنعرفها دلوقتي. معانا ومعاكم في فقرتنا الحلوة الجميلة اللي طعمها حلو جدا، معانا ومعاكم مهندس أسامة الجزار، صاحب سلسلة محلات إيميسا للحلويات والمخبوزات السورية. بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور. نورتنا النهارده، ربنا يخلي حضرتك يا رب. نورتنا وجايب لنا حاجات حلوه قوي. اهلا وسهلا بيك، الله يخليك. انا قاعده وبص يعني عايزه اقوم ادوق. الله يبارك فيك. ما شاء الله، اللهم بارك. الله اكبر عليك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ المشاهدين. بما ان حضرتك ما شاء الله يعتبر من اهم البراندات في الحلويات، حضرتك صاحب البراند إيميسا، عايزين نعرف الاول ازاي حضرتك بدات فكره ازاي بدات معاك فكره المشروع وازاي ابتدت تتطور مع حضرتك. والله في البدايه برحب بالساده المشاهدين وبرحب بيكم بالشيف سالم ابو الفوز. احنا هنقوم للشيف سالم هنقوم دلوقتي. ثانيا الفكره بدات تقريبا، انا ليا صديقين سوريين، واحد اسمه محمد الشيخ وواحد اسمه عماد الفره. طبعا السوريين في عاداتهم او الشوام عامه بيلقبوا بكنيه، يعني مثلا يقول لك ابو فلان او كده، ابو عمار، ابو عمار او كذا. فانا بالنسبه لي هم ابو وافي اللي هو رقم واحد يعني في الشغل معانا، وابو فراس ده كان صاحب فكره برضو معانا في الشغل. احنا ابتدينا طبعا بعد الاحداث في سوريا، كانت في ثوره كده جت على مصر، كل الناس بدات تفتح مطاعم سوريه فعلا ومحلات سورية من أشكال وبرندات معينة يعني. فاحنا بدأنا تقريبا في 2012، تحديدا في 1/6/2012. الفكرة كانت بيني أنا ومحمد الشيخ اللي هو أبو وافي وواحد اسمه عماد الفرة زي ما قلت لحضرتك. طبعا فكرة إيميسا جت بعديها بقى إيه، إن أنا لقيت إن الوضع في مصر يعني كل اللي بيسمي مطاعم وكده مثلا بيذكر كلمه دمشق. ايوه فعلا دمشق. يعني مثلا فلان دمشق. أيوة. كذا الشام، يعني يحط اي حاجه وجنبيها ايه كلمه دمشق او الشام. فانا كان معايا الشركة بتوعي من محافظه مشهوره جدا في سوريا، هي بتقع تقريبا في وسط سوريا، المحافظه اسمها حمص. تمام. والحمصنا معروفين تقريبا ان هم يعني شويه عندهم سن التعصب. ايوه. فحبينا نعمل حاجه باسم محافظه حمص. عملنا بحثنا طبعا في محافظه حمص، طبعا انا قلت لحضرتك ان هي تقع في وسط سوريا تقريبا. تمام. فيها نهر مشهور جدا اسمه نهر النهر العاصي، وسوريا كطبيعه زي سعادتك ما انت عارفه جميله ما شاء الله يعني. ما شاء الله. ربنا يرجعها بالسلامه يعني. اللهم امين. فبحثنا في التاريخ كده لقينا ان محافظه حمص دي قديما في عهد الدوله الرومانيه تقريبا كان اسمها إيميسا، وكانت هي الدولة يعني هي العاصمة الخالدية، يعني كانت من أحب المدن لسيدنا خالد عليه رحمة الله يعني. فقلنا ليه ما تبقاش إيميسا وتبقى حاجة إيه؟ ومن هنا جه من هنا جه اسم إيميسا وفكرة إيميسا. بدأنا طبعًا المشروع، جبنا مكان. طبعًا أي مشروع في الدنيا حضرتك لازم تعمله دراسة جدوى وكده. أكيد. فمبدئيا جبنا المكان، يعني اللوكيشن بتاع المكان اللي هنفتح فيه، وبعدين بقى جبنا المعدات. حتى احنا اخترنا ان يكون الطابع السوري حتى غالب على المعدة نفسها اللي بنشتغل عليها. ممتاز. فجبنا تقريبا 50% من المعدات من سوريا، كانت لسه في بداية الاحداث وسوريا كانت بخير عن النهاردة شوية، وال50% التاني جبناها من ايطاليا. جميل جدا ما شاء الله. من هنا اتولدت فكره إيميسا، وجبنا بقى الاستاف كله سوري، ما فيهوش يعني ما كانش فيه حد مصري تقريبا غيري انا يعني. طيب وهو حضرتك يعني ايه اللي بيميز الشيف السوري عن الشيف المصري؟ والله هو او العماله عموما السوريه عامه، انا دايما اقول الوجع العربي واحد يعني. ايوه. الشيفات العرب عامه فيهم يعني كل الشعوب فيها العيوب والمميزات، بس انا لقيت في العماله السوريه حاجه، يعني معلش مع احترامنا لاخواتنا المصريين يعني محدش يزعل مني في الجمله دي،
ان يعني فيهم مميزات في حاجات معينه كده مطلوبه في الشغل. اولا هو الشيف السوري بيهتم قوي بشغله، يعني عنده مواعيد شغله مقدسه جدا، ما عندوش حاجه اسمها انا كنت والله في مفيش انا اصلا انا اتاخرت في المواصلات، اصلا انا مش عارف ايه الحاجات دي، مفيش عنده يعني اعذاره قليله بالظبط. الحاجه الثانيه هو هو يعني واخد الموضوع بجد دايما، تمام. مهتم بنظافته الشخصيه، بنظافه المكان اللي هو فيه، ودي اهم حاجه، ودي اهم حاجه طبعا في خطنا في المأكولات والمشروبات. فعشان كده اخترنا الاستاف السوري، بالاضافه ان هو مصنف طبعا في تصنيف عالمي يعني. لا لا بجد، ومأكولاتهم رائعه. طيب، ومن هنا جت فكره إميسا، وبقت ما شاء الله براند هايله، ليها فروع كتيره مكتوبه على الشاشه. الحمد لله ما شاء الله. واي حد يا جماعه عايز من المأكولات الهايله من إميسا، موجود على الشاشه الارقام، التليفونات بتاعه الفروع، وكمان العناوين بتاعه الفروع. طيب، انا دلوقتي ايه الحاجه اللي تشدني ان انا اشتري من إميسا؟ ايه الحاجه المميزه عندكم؟ لو سالتيني السؤال ده اقول لك كل حاجه مميزه طبعا. احنا طبعا دايما لما الانسان لما يبحث في مشروع، وخاصه لما يكون في السيلز والاكل والشرب وكده، بنحاول نوفر حاجه نمبر 1 وباسعار في متناول معظم الناس. ايوه، خاصه في الظروف الاقتصاديه اللي بتمر يعني كواليتي عاليه. كواليتي عاليه جدا، وسعر مع سعر المتناول، في المتناول، تمام. فاحنا الحمد لله قادرين نوفر ده حتى لو بهامش ربح قليل جدا، لان احنا يعني دي على فكره يعني عشان الواحد ما ينكرش الخير، يعني انا اتعلمتها من الاخوه الشوام يعني، والسوريين على الاخص، اكيد احنا اشقاء، ان الواحد يبيع اكتر ويربح اقل، وفي نفس الوقت يفضل دايما الكوست بتاعه كويس جدا وحاجته تكون كويسة يعني. وده تقريبا يعني احد مميزات الموجودة، غير مميزات تانية كتير يعني. بنرحب بيك يا شيف سالم، الشيف العمومي لكل فروع إميسا. اهلا وسهلا بحضرتك. شو هالحلا، شو هالحلا، لا لا انا عايز ادوق. ايه الجمال ده؟ بصوا يا جماعة، معانا الكاميرا تجيب الجمال ده ما شاء الله. لا احنا عايزين نعرف بقى ايه الاصناف الجميلة دي. الاصناف كلها زي ما قال باشمهندس اسامة، كلها ما شاء الله. بس عندنا هنا النابلسية، ايوه دي اللي انتم مميزين بيها جدا. لا، وفي عندك حلاوة الجبن، حلاوة الجبن، جبنة حلوة دي السورية ولا حادقة؟ لا حادقة، حلاوة الجبن. هي يعني هي ده صنف حادق. حلاوة الجبن هي على فكرة أكلة حصرا حمصية. يعني مش موجودة في كل سوريا على فكرة، يعني ممكن يعني تلاقيها في 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 ربوع سوريا كلها، ما كانتش موجودة إلا في حمص بس. يعني حلاوة الجبن دي من أحد المميزات الخاصة جدا. تفضلي حضرتك. ممكن ودي بالفستق الحلبي يعني بتهبل. تجنن يا جماعه بجد، تجنن بالهنا. لو شفتوها تجنن بجد بالهنا. انا هخلص الحلقه بسرعه. تحت امرك. حلوه جدا 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 ما شاء الله. طيب ايه بقى الصنف ده؟ ده البرازق، برضه برازق سوريه. تمام، اذا سمعت بيه مش عارف، البرازق السوريه برضه. وعندك هنا برضه انا جايب لكم معايا عش البلبل. في ناس بتسميه عيش السرايا او عيش الغراب، في ناس بتسميه عيش الغراب. دي عيش البلبل دي، تمام. في عندنا حاجه تانية مثلا البتوفورات، عند الكوكيز. لا بجد التست مش قادره اقول لكم، مش قادره اقول لكم حاجات بجد. منزل ساعات كده. ربنا يخلي تاج الملك برضه ما شاء الله، يجنن. اصناف متعدده، انتوا عندكم كمان بيكري. طبعا، حلو جدا. طبعا، تمام. طبعا البيكري بقى عندكم ايه؟ عندنا هنا برضو حضرتك بالسمسم. الله. عندك سادة بدون حاجة، وعندك برضو للتخسيس، برضو التخسيس. أيوة، النقطة دي مهمة. بعت الباشمهندس عندك هو يشرح لك شغل التست والدايت يعني. ما شاء الله بجد. عندكم حاجات للتخسيس؟ عندنا الحمد لله. بصوا يا ستات، يعني ما خلوناش محتاجين حاجة ولا نفسنا في حاجة. تخسيس، عاملة دايت مش عاملة دايت، هتاكلي يعني هتاكلي. في كمان حاجة مميزة جدا في الحلويات الشرقية في سوريا، يعني دي بيسموها درة الحلويات، اللي هي فطيرة الجوز. فطيرة الجوز عبارة عن فطيرة العادية اللي هي بالفطيرة جلاش، بس بتتعمل تاخد تشكيلة مكسرات
فيها جوز جوز هند وفيها هايلة. كاميرا جميلة. كل انواع المكسرات تقريبا يعني ما شاء الله بيسموها تقريبا في سوق الحلويات درة الحلويات يعني درة حاجة فيري سبيشال. طب انا بقى عايزة اعرف المنتجات دي الماتيريالز اللي انتوا بتستخدموها او الريسبي اللي بيبقى فيها المكونات مصرية ولا بتستوردوا حاجات؟ والله في حاجات موجودة في السوق المصري فعلا وفي حاجات تقريبا يمكن نخش في نسبة 50% مش موجودة في السوق المصري. يعني المكسرات عامة زي الفستق اللوز الجوز الحاجات دي موجودة في يعني اكتر مشهورة بيها دول الشام وخاصة سوريا. الفستق مشهور في منطقة في سوريا اسمها المورك دي بنستوردها من هناك بتيجي من هناك يعني جميل. يعني في جزء احنا بنجيبه وفي جزء اصدقائنا متخصصين في الاستيراد بس ممتاز. بيجيبوا الحاجات دي يعني ممتاز. الجزء اللي بنستخدمه من مصر طبعا وفي عندك برضو السمنه طبعا بنشتغل بالسمنه اللافور. على فكره انا لاحظت حاجه الحلو خفيف خفيف فعلا يعني انا ما جزعتش هايل. دي بقى بترجع لنسبه السكر والسمنه في المنتج نفسه. تمام. السكر احنا طبعا لازم حصرا نستخدم سكر اوروبي انضف انواع السكر ممتاز بيبقى مقبول في كل دول العالم يعني بيتصدر لكل دول العالم من سواء من اوكرانيا او من فرنسا او من هنا. السمنه لازم حصرا لافاج مشهوره طبعا معروفه ان معظم الناس عارفينها. ده اللي بيخلي الناس لو اي حد عايز ياكل حلويات ياكل عادي ما يبقاش قلقان اكيد مدام هي حاجه هيلسي حاجه امنه نظيفه جدا ما فيهاش ادنى مشكله بالنسبه ان هو ياكل منها ويشبع ايا كان مين يعني اللي بياكل. بامانه النهارده انا مش جايبه لكم اي براند بامانه يجنن. الاكل تحفه وطعمه حلو جدا بس يا دكتورة. بامانه واسعار حلوه جدا يا جماعه. كل اللي عايزين يتواصلوا مع إيميستا للحلويات الشرقية والغربية أيضا الأرقام موجودة والفروع موجودة على الشاشة في توصيل المنازل برضو حضراتكم اتصلوا على الأرقام اللي موجودة على الشاشة. في نهاية فقرتنا بشكر حضرتك جدا جدا جدا. احنا شاكرين سعادتك وشاكرين البرنامج. ربنا يخلي حضرتك ربنا دايما يوفقك يا رب ومن أحسن لأحسن إن شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. في نهاية فقرتنا بنشكر المهندس أسامة الجزار صاحب براند إيميستا للحلويات الشرقية والمخبوزات وأيضا بنشكر الشيف العظيم الهايل الهيد شيف الشيف سالم. إن شاء الله تسلم إيديك. تسلم إيديك بجد بجد تسلم إيديك. أهلا وسهلا دكتور. تسلم. في نهاية حلقتنا مشاهدينا الأعزاء بشكركم جميعا وبستناكم والحلقة الجاية إن شاء الله استنونا في ميعادنا يوم الجمعة الجاية في نفس الميعاد من وحلقة جديدة من برنامجكم هي وبس. عايزين تتواصلوا معنا تواصلوا عن طريق صفحة البرنامج برنامج هي وبس مع دكتور منى المهدي. أشوفكم على خير.